بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة الأهلي بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يستضيف النادي الأهلي على ملعبه استاد الأهلي بالقاهرة والسلام فريق المصري بالسلوم، وذلك في مستهل مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس مصر نسخة 2021-2022. وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا من الوداد بهدفين دون رد، ليفشل من جديد في الفوز بالبطولة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 10 ألقاب. على صعيد كأس مصر لم يكمل المارد الأحمر مبارياته في نسخة الموسم الماضي، وسيواجه في يونيو القادم نادي بيراميدز في ربع النهائي. وبالنسبة لتشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم، في حراسة المرمى علي لطفي، قلب الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، احمد نبيل كوكا. خط الوسط يتكون من اليو ديانج، احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، وفي الخط الامامي كل من محمد شريف وحسام حسن. اما عن موعد مباراه الاهلي والمصري بالسلوم، تقام المباراه بمشيئه الله اليوم الاحد الموافق 12/6/2022، وتنطلق صافره بدايه اللقاء في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعه 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا ولبنان والاردن والسودان، الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. وبالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، فتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس. نستنى إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.